السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده برنامج اسمه AB3D. ده بيقوم على ايه؟ ان انا عندي المساق التلاتة بقسمهم وهو يبدأ يطلع لي الشكل 3D بتاعي، وبعد كده اقدر اطبعها بالطبعة الثلاثية تبعتي. طيب ابدأ اجيب الشكل دوت وابدأ ارسم التوب. احط التوب بتاعي من هنا لهنا. طيب ممكن تبدأ ترسم مثلا مثلث، ممكن تيجي هنا بقى ترسم مثلا مربع بالشكل دوت، تقدر ترسم اوبننج جواه بالشكل دوت. ولو جيت تبص الشكل اهو، ده الشكل اللي احنا رسمينه من الناحية دي، ده شكل الفرونت، ده شكل التوب بتاعه. تقدر تيجي هنا وتشوفه بالشكل دوت، تقدر تعدل في الاكس والواي والزد زي ما انت عايز.